السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا، نقدم لكم حلقة جديدة وهو الدرس الثالث من دروس برنامج سوني فيجاس برو 11. نعم، الدرس الثالث هو عبارة عن كيفية عمل بطء في الحركة، او بالفرنسية غالونتي او سلو موشن. نعم، فهذه الطريقة هي سهلة جدا. فانا لدي فيديو، فهناك طريقتين. فلديك فيديو على سبيل المثال فيه 10 دقائق او 15 دقيقة، وتريد ان تعمل لمشهد لمدته 20 ثانية، أن تعمل له بطء في الحركة، بطء الحركة غالونتي. كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات، ولكن هي طريقة سهلة جدا. نعم، فلا يجب أن تكون محترف في هذا البرنامج. نعم، اتبع الخطوات التالية. أنا على سبيل المثال لدي هذا المشهد مدته 20 ثانية، هنا مدته 20 ثانية، سوف نلاحظ هذا الفيديو. قلنا له عملناه في القناة الثانية. فعلى سبيل المثال لدي هذا المشهد، أريد أن أعمل له بطء الحركة. فكل ما عليك فعله هو نعم هنا، فتختار أين تريد. تريد المشهد أن تعمل له بطء الحركة، ولا نأخذ هذا هنا، تضع هذا السهم هنا وتضغط في الكيبورد على S. نعم، على S هكذا. نعم، بعد ذلك قم بالذهاب إلى مشهد آخر، أي بمعنى قم بعمل قم بقطع أي بقص الفيديو في بداية المشهد الذي تريده. بعد ذلك قم بالذهاب إلى نهاية المشهد عندما تريد النهاية، تذهب إلى النهاية مباشرة. على سبيل المثال نأخذ هذا النهاية هنا على سبيل المثال ونضغط كذلك على S. نعم، الآن قمنا بعمل قص للفيديو. نقوم بعمل هكذا ونلاحظ بأننا عملنا قص للفيديو. نعم، فالآن بقت لنا خطوة واحدة وهي كيفية عمل بطء الحركة. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الحد الفيديو من الأخير أو من الأول، نبدأ من الأخير، وتضغط في الكيبورد على كنترول أو CTRL، تضغط هكذا وتقوم ب هكذا. بعد ذلك تقوم بنفس العملية من الجهة الأخرى هكذا، وتقوم بعمل هكذا. فلو ذهبنا الآن إلى المشهد سوف نلاحظ بطء الحركة. نلاحظ، انتظر هنا أصلاً. هنا نلاحظ بأن الحركة أصبحت بطيئة. تستطيع أن تتحكم في بطء الحركة كما تريد أنت. فعلى سبيل المثال أريد أن أعمل له بطء، عفوا بالكي كنترول، ونقوم بهكذا هكذا. هذا هو آخر حد لأستطيع أن أعمل له بطء في الحركة. هنا آخر حد، تجبد هكذا. ولو نلاحظ هنا، وهنا نلاحظ لنمسح الصوت لكي يقوم، عفوا. فهكذا قمنا بعمل بطء حركة في مشهد داخل فيديو. نعم، فهذه الطريقة سهلة جدا. الآن نذهب إلى كيفية عمل غارونتي في فيديو كامل. نعم، فيديو كامل. على سبيل المثال نريد نقوم باختيار فيديو، على سبيل المثال هذا الفيديو الذي يأتي مع الويندوز. هناك قنوات عديدة عملت على هذا الفيديو، كل الشروحات تقريبا. على أي نقوم على سبيل المثال بعمل كنترول كما قلنا، وتقوم بعمل إحداث بطء في الحركة في الفيديو. فنلاحظ هكذا، وذهبنا كذلك إلى هنا هكذا، كل ببطء. نعم، إن شاء الله الشرح أفادكم. في شروحات أخرى وفي فيديوهات أخرى إن شاء الله سوف نضع لكم دروس إن شاء الله كذلك على هذا البرنامج، وكذلك على برنامج سينما 4D. نعم،
انتظروا منا دروس إن شاء الله حصرية على قناتنا الأولى. إن شاء الله الشرح أفادكم في شروحات أخرى وفي فيديوهات أخرى إن شاء الله. لا تنسوا كذلك الانضمام إلى قناتي، أي إلى صفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/wordspro-arabic، ولا تنسوا الانضمام إلى حسابنا عبر تويتر twitter.com/wordspro-arab، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي www.proarabic.blogspot.com، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الثانية Words Pro Arabic Games الخاصة بالألعاب فقط. انتظروا منا دروس حصرية إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو اضغط زر لايك أو سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.